حسيت الكنافه نشفت منك، ايه اللي هتعمليه؟ هتعالجيها ازاي؟ صح، يا ريت. ما هو انت هتعالجيها ازاي؟ لو في معالجه كويسه جدا. اهي بخاخه معاكي، دايما بنستخدم ميه، ما هي اصلا معموله ميه ولبن او لبن. فروحها لما تنشف منك الكنافه جامد وتشد منك وتبقى تتكسر كده، ايه هتعالجيها بايه؟ بخه ميه. هتبخيها بميه بخه بسيطه كده، تمام، بترد الروح ليها تاني في الطريان، بتطرى. ما بتنشفش بقى بعد ما بتخش؟ لا، يعني ما هي خلاص طري تاني، هي بتبقى هي بتكون ناشفه. الميه اللي فيها لما بتتعرض للهواء بتنشف، فانت بتعيدي لها الايه؟ الطريان تاني. خدي حضرتك، تمام، بتعيدي لها الطريان بتاعها تاني عشان ايه؟ روحها ترد لها تاني في الشغل بتاعنا. الكنافه بحرها كبير قوي في الاشكال. انا اتعجبت كمان لما حضرتك بتقول لي هنعمل كنافه بالبطيخ، بس يلا مش مشكله. البطيخه المره الجايه بقى تطلع حمراء. ان شاء الله باذن حن الله. حن 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 دي ممكن تبقى سميكه شويه صح؟ لا، انت بتبصي السمكه بتاعت سنه بسيطه يعني. دي 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 فرقه بسيطه، دي هتحطها بقى كده يعني. ايوه ماشي ماشي ماشي، شغاله معاك شغاله معاك. انت كده الزيادات دي كلها هتتقص. هتتقص. شوفي بقى حضرتك كده كده، هشوف بتاعتي الاحلى ولا بتاعت الشيف يا جماعه. ربنا يستر. اكيد بتاعت حضرتك طبعا. تسلم يا رب. ربنا يحفظك. الالوان بتاعتها خدي اهو اهو، انا عامل لك اهو قاعد اهو، انا هنطلع لك انا عشان تبقى الموضوع سهل عليكي. هو في البيت بقى هتظبطي الدنيا. لازم تجربيها. لازم تجربيها. انا جربتها بس السوا يعني، اهم حاجه السوا يعني. خليكي جنب خليكي جنب الفرن، ما تسيبيش وتمشي. ارفعي بقى دي، لا دي خليكي عكس 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 عشان المنظر بتاعك يكون كويس. تمام، فاضل واحده وكده نخلص من البند ده. تمام، نعملها هنا. هيبقى واحده هنا واحده هنا. تمام، كده كده يشد كده. ايوه كده. احنا معانا اتصال مياده من القاهره، نقول الو. الو، ايوه، ازيك يا مياده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. رمضان كريم. الله اكرم. كنت عايزه اشوف كيف الكنافه اللي عملها الاول، عملها ازاي؟ اول إيه؟ واحده خالص المدلعه. المدلعه، ايوه المدلعه. تمام. اربع طبقات. تمام تمام، اربع طبقات. طبقه كنافه رفيعه جدا، طبقه كنافه رفيعه جدا جدا خالص. الطبقه الثانيه طبعا هنعمل لها كريم شانتيه عشان نحشيها بيها. انا بتكلم في الشغل اللي لسه هيستوي. طبقه كنافه، طبقه كريم شانتيه، طبقه البسبوسه بتاعتنا بالعيار اللي انا اديته لك ده. تمام، وطبقه الكريم شانتيه انا هنفنشها معاكي واحده بواحده. يعني انا دخلت النار اكنها كنافه بالظبط كده، بالسمك ده رفيع جدا ايا كان الصينيه اللي حجمها عند حضرتك، بالسمك الخفيف ده هتخش النار مع البسبوسه. تمام، هتستوي، والفينش بقى هنوريه قدام حضرتك دلوقتي لما الشغل يطلع من النار، هنوريه قدام حضرتك. الكان كريم شانتيه او قشطه، هي بتختلف. اللي انت ممكن تعمليها كريم شانتيه، احنا ممكن بنعملها بكريمه لباني بالذات المدلعه عشان الكواليتي بتاعها تكون عاليه خالص في الطعم، والجوده بتختلف في الايه؟ في الشغل بتاعها. بس احنا ممكن بنعملها بكريمه لباني. احنا المتاح عندك ايه؟ كريم شانتيه بيكون حنين. بيكون حنين عليكي، وبيكون ايه؟ رخيص خالص. انا متشكره ليكوا على اتصالك، ولازم تشوفيها وتجربيها يعني. بصي نكبسها بقى. لا بصي بقى، لو تمام ظبطي القصه بتاعتك عشان المنظر العام بتاعك. ما رضيتش اكمل لغايه اما نشوف دي صينيتك. ربنا يستر. كده احنا خلصنا من الكنافه الايه؟ معانا بسم الله. ايوه الجواندي كبير، فما عملين على مقاسي. المره الجايه اجيب على مقاسي بقى. تمام تمام كده. الكبسه بتاعتك حاجه بسيطه برضه، كبستك حاجه بسيطه خالص كده. ايوه عشان تبقى الايه؟ تكون ماسكه نفسها. المنظر بتاعها جميل. ما نعملهاش المنظر بتاعها جميل ولا كده؟ لا لا لا، هي بتبقى ايه؟ المنظر بتاعها جميل لما تنقلب على ايه؟ وش على ظهرها. على ظهرها. تمام، هنخش بقى في الكنافه بتاعتنا الايه؟ المكان تاني. ايوه عشان يكون الدنيا رايقه كده وكويسه. بسم الله.
احنا كده خلصنا من دي خالص، هناخدوها عشان برضك ايه. خلاص كده بسم الله. هنخش بقى في الكنافة الكونو. هنطلع حاجة ولا هنطلع حاجة هنشوف مع بعضنا. هي ما بتاخدش اصلا وقت كتير زي ما الشيف بيقول. بسم الله. كان في حد قال لي اللي هو فيه كنافة على الفحم. طبعا يا فندم. بسم الله. يعني الكنافة اللي على الفحم دي بتبقى نظامها ايه ولا شكلها كنافة إيه؟ على الفحم طرقها، الطرق بتاعتها كتير خالص خالص خالص. ليه؟ عشان هنطلع بس الصينيتين دول، ندخلوا صينيتين ايه مكانهم. تمام. عشان كده يبقى الصواني بتاعتنا ايه خلصت كلها. تمام. بسم الله. في السوا بتاعتنا كده خلاص. الاشكال دي ممكن تجيبها من اي محلات عادي، ما فيش مشكله، متاحه برضه.